يعني أولا هذه الهجمات وهذه الاشتباكات وهذا الوضع الأمني المتردي الذي يعني يدل أن هناك استهداف للمدنيين أكثر منه وجود اشتباكات بين ميليشيات مسلحة مع القوات التركية، يعني يستدل منه ربما مجموعة إشارات. في الدرجة الأولى يعني كل هذا العمل العسكري في شمال سوريا في النهاية لم يتحول إلى استثمار سياسي، وكما نرى أن الاهتمام الدولي يعني لا يضع سوريا في دائرته، وبالتالي سوريا التي تعاني من أكثر من احتلال تركي، تعاني من احتلال إيراني، تعاني من نظام فقد ثقة مواطنيه، تعاني من هيمنة روسية واسعة، كما تعاني كذلك من ضربات إسرائيلية يومية في العمق. يعني أولا أريد أن أضع يعني المشهد العام في مكانه. بالدرجة الأولى أين هي بقايا هذه الدولة في سوريا؟ أين هو مسار إطلاق أي يعني أي عملية سياسية تحاول فعلا أن تستفيد من دروس الماضي وأن يتراجع النظام عن كل مقولاته ومنطلقاته، لكي يتم بالحد الأدنى يعني إعادة قضية سوريا إلى الاهتمام الدولي والاهتمام الإقليمي، وبالتالي سوريا دولة سائبة. الآن يعني إطلاق النار على مدنيين يحاولون اجتياز الحدود، طبعا تركيا لها موقف من هذا الموضوع، لها موقف تجاه الاتحاد الأوروبي الذي لا تريد توتير الأجواء معه أكثر. هناك طبعا حسابات مع أماكن قد تعتبرها تركيا يعني مهددة من قبل ميليشيات كردية، وكذلك هناك ربما محاولة تركية للقول أنه أمام كل هذه العمليات العسكرية المستمرة في شمال سوريا منذ العام ربما 2012 أو 2013، فإن ليس هناك أي قدرة على ترجمة هذه الجهود العسكرية التي حصلت بمكاسب سياسية. في الحقيقة يعني الوضع السوري برمته في طي النسيان. يعني كما قلنا يجب أن تكون هناك مبادرة سورية بالدرجة الأولى، لا على مستوى المعارضة هناك قدرة على المبادرة بعد أن أسقط المجتمع الدولي كل صلة له مع المعارضة وراهن على النظام السوري، وليس هناك فعلا أي قدرة للنظام السوري أن يعيد قضية سوريا إلى الواجهة بعد كل هذا الانهيار الاقتصادي وهذا الارتهان لقرار طهران وهذا التلاشي على مستوى الدولة السورية. يعني في الحقيقة هو مشهد دراماتيكي لكل أنواع التسيب، يعني التسيب الرسمي في سوريا، الانهيار الاقتصادي، عدم وجود في الحقيقة متحد اجتماعي يعني في سوريا، يعني حقيقة جملة من المشاكل. تأتي هذه الانتهاكات التركية طبعا وهذا الاحتلال للشمال من ضمن اللعبة الإقليمية والدولية التي فعلا وضع النظام سوريا في فم التمساح يعني منذ أكثر من 13 سنة. طيب دكتور خالد، في ظل عدم وجود أي مسار سياسي من قبل اليوم الأطراف السورية وغير الأطراف السورية، اليوم الأطراف الفاعلة بالملف السوري، مع عدم وجود أي مسار، أي حل سياسي، أي رغبة بحل سياسي، إلى أي مدى من الممكن أن يستمر هذا العمل العسكري بهذا الشكل اليوم؟ هل في رغبة من قبل الأطراف بتغيير قواعد الاشتباك برأيك؟ يعني أولا كان هناك مسار سياسي، أنت تدركين أنه تم إعادة مقعد سوريا في الجامعة العربية، وحصلت عدة اجتماعات من قبل لجنة عربية متخصصة، وكان هناك طلب واضح من الحكومة السورية في يتلخص في مسألتين. المسألة الأولى هي أن يتخذ هذا النظام فعلا موقفا واضحا من مجموعة ثوابت أهمها هذا التورط الإيراني الموجود في سوريا، وكذلك من موضوع المخدرات ومن موضوع عودة النازحين اللاجئين السوريين، ولكن النظام لا يريد التجاوب وربما ليس لديه القدرة على التجاوب. هناك رهانات سورية على إيران، يعني عزلت سوريا عن كل محيطها العربي، فإذا أتيحت أكثر من فرصة لسوريا، وبالتالي سوريا لا تريد التجاوب يعني، وهذا يعني مأزق كبير. يعني أنا أعتقد أنه يعني النظام يضع في استمراره على هذا على السلطة الواهية التي لم يعد لها أي قيمة في سوريا، يضعها أولوية في مقابل مستقبل الشعب السوري وعلاقة سوريا بالعالم العربي، ويعني يتصدر الإيراني المشهد ويتسبب ذلك بقصف إسرائيلي يومي لسوريا
يعني لا ندري في حسابات النظام في الحقيقة كيف يفكر بشار الأسد، وكيف تفكر يعني هذه الطبقة التي تحكم سوريا اليوم. وبالتالي يعني لا، كان هناك مبادرات، ولكن سوريا منعزلة قابعة في كنف طهران، ولا تريد يعني أن تتغير. وبالتالي يعني بمقدار ما تقترب سوريا من العالم العربي، وبمقدار ما تقترب حقيقة من القضايا الملحة التي يعني التي يعاني منها الشعب السوري، بمقدار ما تلاقي تقبل وقبول من الدول العربية ومن المجتمع الدولي. ولكن هناك نظام حكم على نفسه وعلى سوريا بهذه العزلة، وبالتالي هذا ما يحصل. طيب الدكتور خالد، في سؤالي الأخير لحضرتك، في ظل هذه الصورة التي أوضحتها لنا وهذه القراءة وهذا يعني هذا الانعكاس لكل العمل العسكري الجاري على الحدود السورية، على طول الحدود الشمالية في سوريا، أي تأثيرات له مع استمراره بهذا الشكل إذا لم يكن هناك أي مجال لطرح أي مسار سياسي، إذا لم يكن هناك مثلا رغبة بتغيير قواعد اشتباك معينة؟ اليوم كل الأطراف المتدخلة في سوريا أيضا لديها أطماع معينة. يعني في الحقيقة هذا الموضوع يجب أن يعالج يعني برؤية هي أبعد بكثير من القول النظام انتصر أو لم ينتصر، وحدة سوريا كما يتكلم عنها النظام أو كما تتكلم عنها طهران، وهذا المحور التافه الذي اسمه محور الممانعة، يعني الذي قضى على علاقات سوريا مع كل العالم العربي، ونحن في لبنان نتخبط يعني في نفس المستنقع يعني، ولكن ربما بشكل يعني نقول أكثر حيوية وإلى حد ما أكثر تعافيا ربما يعني ربما. ولكن يعني أولا لا يمكن لسوريا أن تنقذ نفسها دون تحالفات عربية واضحة، يعني بالتالي المطلوب أن تأخذ سوريا المبادرة التي فقدتها أو تعمدت أن تفتقدها عندما يعني أعيد مقعدها لها في جامعة الدول العربية، وعندما حاول الأطراف العربية لا سيما دول الخليج ومصر والأردن أن يرسموا مسارا يعني معينا لسوريا، سوريا لم تتجاوب. وبالتالي يعني إلى أين ستذهب هذه الأمور؟ الآن طبعا هناك قضية غزة في الطليعة، هناك قضية الجنوب اللبناني، هناك قضية أوكرانيا، هناك مسألة البحر الأحمر، وبالتالي سوريا قضية منسية، كيف يعاد إنتاج هذه القضية وإعادة وضعها؟ يجب أن يتطلب ذلك فعلا مبادرة من قبل من يحكمون سوريا، من قبل من يحكمون سوريا. يعني هل السؤال هو يعني السؤال المطروح أمام المجتمع السياسي في سوريا وأمام المجتمع المدني إذا كان هناك من مجتمع مدني، أو أمام يعني حتى حزب البعث بحد ذاته، يعني هل إلى متى الاستمرار بحالة النكران هذه التي تتخبط فيها سوريا؟ يعني ألم يحن الوقت لصحوة من يحكم سوريا يعني بضرورة الانتهاء من هذه المهزلة التي اسمها محور الممانعة وعلاقات مع طهران ويعني أحلام بتحرير القدس، يعني مقابل كل هذا الانكفاء الاقتصادي والأمني والدفاعي والاجتماعي؟ يعني في الحقيقة يعني هذا يمكن، يعني إذا استمرت الأوضاع في غزة على ما هي عليه، واستمرت أزمة البحر الأحمر وأزمة أوكرانيا، وبالتالي سوريا تصبح قضية منسية يعني، وتتلاشى سوريا كما يعني تتلاشى حاليا يعني من أكثر إلى أكثر. وبالتالي يعني لن يكون هناك أحد ضامن على مصلحة سوريا أكثر من السوريين أنفسهم، وأكثر من هذا النظام يعني المهترئ القابع في دمشق. وبالتالي يعني هذه مسألة بحاجة إلى استنهاض، ولكن لن يأتي أحد ليتوسل النظام لكي يعني يلبي له طلباته يعني. وبالتالي يعني يريد النظام تحميل مسألة أعمار سوريا وعودة النازحين وكل تلك المشاكل الاقتصادية للعالم العربي، وهو لا يستطيع ولا يجرؤ ولا يريد أن يقول أنه اقترف خطأ مميتا بكل هذه التحالفات وهذه المواقف التي أفضت إلى تهجير السوريين من سوريا. يعني الشعب السوري هو أثمن ما في كل هذا المشهد، يعني من يفقد الشعب السوري لن يربح أي شيء، وبالتالي هذه قاعدة لا يريد النظام أن يلتفت إليها. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه القراءة من بيروت الدكتور خالد حمادة، مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات، شكرا لك.